السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. النهاردة احنا يا جماعة ان شاء الله في العين السخنة، ومعانا النهاردة التلاجة بتاعت واحد زميلي في شاليه. التلاجة طبعا نوعها كريازي 12 قدم. التلاجة دي مشكلتها انها بتبرد في الفريزر، شغالة بالتلج، انما تحت مفيش اي تبريد ولا اي حاجة. فطبعا هنبتدي نعمل عملية تنظيف. زي ما انتوا شايفين قطعنا هنا المواسير اللي الراجع بتاع الفريزر، عملنا عملية تنظيف وجينا عند السيرفانتينا برضك عملنا عملية تنظيف، وابتدينا نركب الفلتر الجديد. زي ما انتوا شايفين كده عملنا وصلة وركبنا الفلتر، وهنبتدي نعمل وصلة تاني اللي هي يخرج منها الراجع بتاع الفايز بتاع الهواء اللي هو الفاكيوم. طبعا هبتدي انا الحم حاجة حاجة واشرح لكم، علشان طبعا هوقف الفيديو والحم حاجة في حاجة، علشان انا هنا لوحدي طبعا ومعيش الستاند بتاع الموبايل، فهضطر افصل الحم الحاجة وبعد كده ارجع لكم تاني. اهو يا جماعة كده احنا لحمنا زي ما قلت لكم الوصلة، ولحمنا فيها وصلة الراجع، وصلة الراجع اللي هي بتاعت الكابيلاري، ووصلة الفاكيوم اللي هنفاكيوم فيها طبعا. وطبعا هنبتدي ننظف مجرى بتاعت الفريزر. نبتدي ننظف المجرى بتاعت الفريزر والمراية من تحت. هنشغل التلاجة وزي ما انتوا شايفين طبعا وعارفين هنبتدي ننظف تنظيف بسيط كده. وبعد طبعا ما نظفنا هنبتدي نلحم الوصلة بتاعت الراجع بتاع الفريزر، نلحمها ونرجع لكم تاني. بعد ما لحمنا يا جماعة الوصلة بتاعت الرجع بتاع الفريزر، ابتدينا نلحم في الجنب التاني الماسورة بتاعت عداد الشحن، وطبعا ركبنا الاسطوانة بتاعت الشحن، وهنبتدي نلحم وبعد كده نبتدي نشحن، نعمل فاكيوم ونشحن. طبعا زي ما انتوا شايفين لحمنا الماسورة بتاعت عداد الشحن، وبعد كده هنبتدي ندي جرعة من الفريون للتنظيف. ونبتدي نركب الفيشة. طبعا دوت كله فريون وفي جرعة تنظيف للدايرة بتاعت التلاجة من بالفريون نفسه، وبعد كده بنعمل عملية الفاكيوم. دوت يا جماعة شرح مبسط لشحن التلاجة، وطبعا شرح سريع، فيديو قصير ولكن فيه كل حاجة عن الشحن. وطبعا في فيديوهات للشحن موجودة على القناة، شحن بالتفصيل. الفيديو معاكم بتاع نص ساعة ولا ساعة. اللي طبعا اللي محتاج اي حاجة يفهمها عن الشحن يخش ليها، وهسيب لكم الرابط بتاعها تحت الفيديو. انما دوت شرح سريع ومبسط للشحن
التلاجة، وطبعا عندكم الماتور بيبقى فيه ماسورتين شافت وماسورة طرد. ماسورة طرد اللي هي بتبقى داخلة على أول حاجة على السربنتينة زي ما انتوا شايفين، السربنتينة ديت بتاعت التبريد الهواء، وفي ماسورتين شافت، واحدة بتشحن منها والتانية الرجوع بتاع الفريز للموتور. يبقى عندنا دوت كبس الموتور وده رجوع بتاع الموتور. وهنبتدي نعمل عملية الفاكيوم زي ما انتوا شايفين، بنفرغ الهواء الكامل من التلاجة، وبعد كده بنبتدي نعمل عملية الشحن. طبعا ابتدينا ركبنا الاسطوانة التانية بتاعة الفريون 134، وطبعا لما بتيجي تشحن بتبتدي تبص على الموتور وتشوف الموتور أو التلاجة شغالة بفريون كام، 134 أو فريون 12. وممكن تبص على اللوحة نفسها اللي موجودة في ظهر التلاجة، هتلاقي عليها برضك نفس الموضوع. وطبعا دي الدايرة بتاعت التلاجة كهربائية. ونرجع مرجعنا للشحن. طبعا احنا ابتدينا كده نعمل عملية الفاكيوم لحد ما يبقى مفيش عندنا اي مشاكل، لحد ما يبقى مفيش عندنا اي هواء، وبعد كده نقفل ماسورة الفاكيوم ونبتدي نشحن. طبعا يا جماعة كده بنبص في عندنا ازازة اسمها ساوزن، دوت عبارة عن سبيرتو ابيض. بنبتدي نشوف عملية الفاكيوم. بنلاقي ان مفيش هواء طالع من الماسورة. كده نعرف ان كده عملية الفاكيوم تمت، ونبتدي نلحم الماسورة دي ونبتدي نشحن. بعد كده بعد ما لحمنا الماسورة بتاعت الفاكيوم، بنبتدي نيجي على العداد بتاع الفريون ونبتدي ندي شحنة بسيطة. لحد اكتمال نسبة الشحن بتاعتنا. وطبعا اكتملت معانا الشحنة، وبعد ما اكتملت لحمنا الماسورة بتاعت الشحن ولمينا المواسير بتاعتنا. وطبعا التلاجة تلجت معانا من جوه زي ما انتم شايفين. والحاجة هي متلجة وشبرة اهي تلج. وتحت طبعا معانا سقعت وعرقت اهي، شايفينها معرقة اهي. وبكده نكون خلصنا شحن التلاجة وهي كده فصلت. طبعا قبل الختام هبتدي اوريكم منظر في العين السخنة، جميل طبعا منظر البحر.
السلام عليكم. طبعا المياه جميلة جدا، بس الجو شتا بقى والواحد دي مش عارف ينزل. طبعا الجو تلج، بس المياه بتشد، بس ما ينفعش انزل طبعا، وبالذات في وقت الكورونا بتاعنا ده. الشط زي ما انتوا شايفين كده فاضي، الجو شتا بقى. واذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.